امسك يا هيمة، حلال عليك انت والرجال. دول كام يا هيمة؟ دول 4000. ايوه بس لا مؤاخذة الاتفاق كان على 5. خلاص بقى يا ابراهيم، هو انتوا يعني عملتوا حاجة؟ ده شوية لبش. صحيح، ده شوية لبش. طب ايه رأيك بقى بقوا 6000 جنيه؟ ستة؟ ستة ده ايه؟ انت جننت ولا ايه؟ لم لسانك يا ست انتي واتكلمي على قدك. هيما الشبيح اما يتفق ما يرجعش في كلامه ابدا. تدفعي 6000 جنيه احسن ما تربقها على دماغك واعمل زي ما اهل جوزك طردوكي بره الشقة. الله الله الله، انت على كده بقى مش عامل اي حساب للباشا خالص. باشا مين؟ الباشا عارف كويس قوي ان هيما الشبيح مش ممكن يغلط، وهيبقى الغلط انت راكبك من فوقك لتحتيكي. وانا عايز اعلمك حاجة يا شابة، اللي ياخد لازم يدي، ما ينفعش ياخد على طول، فاهمة ولا لا؟ تدفعي 6000 جنيه بدل ما اجيب عليها واطيها. خلاص نرجع لاتفاقنا اللي قبل كده، 5000 جنيه. قلت 6000 جنيه ما يقلوش مليم واحد. ولعلمك بقى، انا كان ممكن اعمل لك كل الزيطه دي جدعانه من غير ولا مليم، بس عشان رجعت في كلامك هيبقوا 6000 جنيه. تدفعي ماذا والا؟ خلاص خلاص هدفع. يا ساتر، اتفضل ادي 5 6. تشكر يا مدام. يلا يا رجاله. صعبة أوي قضية. في إيه يا ابني؟ أنت ما كنتش بتحب السجاير ولا بتطيق ريحتها، ومع ذلك أنا مش شامم ريحة دخان سجاير. في إيه؟ أنت كنت فين؟ أنا من ساعة ما سبت مكتبي في الشركة أنت ما رجعتش. انا كويس جدا جدا، وبعدين انا مفيهاش دماغ اصلا لاي حاجه. انا متاكد ان مفيكش دماغ، عشان كده انا جاي اتكلم معاك، يمكن اقدر اساعدك. مشكلتك ما تحلهاش الفلوس؟ تقليش. طيب يا ابني، عموما انا مش هصر ان اعرف مشكلتك ايه، لانك انت ياما هتقع في مشاكل في حياتك. انما انا هقول لك يا ضياء على الوصفه السحريه اللي انا بستعملها وبحل بيها كل مشاكلي مهما كانت المشكله. والوصفه دي يا ابني انا حققت بيها كل اللي انا عايزه، وعمرها ما خيبت معايا. وهي كلمتين: ترغيب أو ترهيب. بمعنى اللي مش هتقدر تغريه أو تشتريه بفلوسك خوفه. الخوف قاتل. وإوعى تصدق يا ابني إن في واحد يقولك أنا ما بخافش. لا لا لا، بق كذاب.
لانك اول ما هتحط السكين على رقبته هيخر راكع على رجلي ويقول لك ارحمني انا عاوز اعيش، وفي غمضة عين هيختفي من قدامك او تاخد منه كل اللي انت عايزه. وصلتك رسالتي يا ابني؟ لو محتاج فلوس للترغيب قول لي، ولو محتاج وسيلة للترهيب برضه قول لي. انك مبسوطه بحكم الاشغال الشقه اللي انت فيه ده وبالصفقات بتاعك؟ تصدقي اه انت هتجننيني يا دنيا، كل الشقه ده ومبسوطه وراضيه كمان. يا امان صالحي نفسك وصالحي الدنيا، هتعيشي سعيده ومتهنيه. يا ساعه بقت كام؟ 12 الا ربع. يا خبر، ده احنا يا دوبك نسلم الورديه ونغير. احسن فؤاد لو ما لقانيش مستنياه بيتزربن عليا. معقولة يا فؤاد؟ انت عارف ان انا بستناك في الشارع، تتأخر عليا ده كله؟ هو بإيدي يا دنيا، اركبي. ربنا رزقني بزبون غتت مصر يا ستي ان انا اوصله لشبرا الخيمة، يا اما هيوديني القسم. طبعا وصلته ورجلي فوق رقبتي، عايش اتأثر العمر. انا مش ناقصة، كل واحد فيه اللي مكفيه، ما تطلعش غلبك علي. يلا اطلع. حاضر يا ستي، حاضر. ممكن بقى دنيا من هنا ورايح ما تربطيش نفسك بيا لا في المروح ولا المجيء من الشغل؟ هي جت على التوصيله بتاعتي يا فؤاد. يا دنيا انا بصراحه بتوتر واعصابي بتبوظ، خاصه لما معاد شغلك يقرب يخلص وما بقاش ده من ظروفي. خلاص خلاص، ما اقعدش احط رجلي فيها تاني. يوه اتقمصي بقى واللي بيها نكد. انا برضو للنكديه يا فؤاد، ربنا يكرمك. ايه ده؟ يا فؤاد في ايه؟ عاجبك كده؟ اتفضلي، من لهوكتي نسيت افول التاكسي، ما فيهوش الا نقطه بنزين. طب والعمل؟ العمل؟ وانت همك حاجه؟ هاخد الجيركن وانزل ادور على اقرب محطه بنزين. بقول لك ايه؟ اوعى تحركي من العربيه. ايه ده؟ هو انت هتسيبني هنا لوحدي؟ يا سلام، لا هروح ادور على حد يونسك، ابقى شغال الراديو. طب ما تاخرش عليا. حاضر.
على مدار 35 دقيقة نسمع أم كلثوم أنا بانتظارك. العربية كمان أشرف يا لهوي يا لهوي عنا قضية بيه مش انت روح عند البوابة مالكش دعوة لا ما يصحش اللي كلهم بغسل العربات بقول لك خور من وش انا مش فايق لك امشي عمرك قضية بيه مش عايز تقولي مالك قلت قبل كده مفيش حاجة يا ابني من باب الزول لما اكلمك بص في وشي حاضر مش ملاحظ ان امورك اليومين دول بقت غريبة شوية مش ملاحظ ان انا عندي 28 سنة وان اي شاب في سن ده بيبقى عنده حياته ومشاكله افتكر ان انا مقعدتش صغير واقدر احل مشاكلي بنفسي افتكر اني من حقي عليك انا كمان ان اعرف مشاكلك وهو مين قال اصلا ان انا عندي مشاكل وقوفك في ساعة زي اللي ماسك خرطوم المية بتغسل عربيتك يقول ان افكارك مشتتة وحالتك العصبية مش مستقرة عايز اعرف تقلق نفسك ليه؟ لسبب بسيط قوي يا اخي انك انت وريثي الوحيد بس كده كنت اتمنى تقول ان انت قلق نفسك عليا عشان انا ابنك مش مجرد وريث لملايينك ومشاريعك يا سعادة الباشا تصبح على خير ابنك ماله يا مدام؟ ضيع؟ انت عندك ابن غيره؟ ماله؟ انت اللي بتسأليني؟ انا اللي بسألك يا مدام ابنك في حاجة غلط ايوه في حاجة غلط وزي ما يكون قافل دروعه على سر او مشكلة مع الزباه ودايما دايما سارح وتايه لا والقلق من ده كله لقيته ماسك خرطوم الماي وعمال يغسل عربيته بايده وهو سارح في دنيا تانية يا ده لكون اتجنن عارف بعد الشر عليه سيبه انت في حاله اسيبه ازاي يا مدام ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا ده اللي هتعكز عليه في شيبتي واللي هيكمل مشواري يا خساره الف خساره كان نفسي يطلع وقت شديد
يفوت في الحديد بصدره. انما ابنك للاسف مش عارف، حاسس انه خيخه وعظمه طري. وانت عارف اللي يا اختي ما شفت له صاحب ولا صاحبه زي العيال اللي في سنه. هو الواد ده فيه ايه؟ ابنك مش زيك يا ابو العز. وده من خيبته يا هانم، من قله بخته وآراء اللي بيقول الدنيا ما بتديش محتاج. ايوه بس على قد الدنيا ما بتدي بتاخد يا ابو العز. يا سلام يا سلام. هند هند اصحي يا هند. ايه في ايه يا ماما؟ اختك وجوزها ما جوش لحد دلوقتي. طب وفيها ايه يا ماما؟ ما تسيبيهم براحتهم يا بنتي. الفجر جدا عمرهم ما تاخروا لحد دلوقتي. يا ماما يا ماما حرام عليكي، انا شقيانه وتعبانه مستخسره فيا الساعه اللي برتاح فيها. بقول لك ايه، سيبيني انام وهم يرجعوا براحتهم. اقول لك ايه ماما، صحيني الساعه 7 عشان عندي مجموعه. انا مش عارفه جايبه البرود ده منين. ايهاب، واد يا ايهاب اصحى يا ايهاب قوم. يا ست في ايه؟ باباك ومامتك ما جوش لحد دلوقتي وانا قلبي واكلني عليهم قوي. يمكن يكون التاكسي عاطل بيهم. لا يا ابني انا قلبي مش مطمن. قوم الله يخليك يا ابني كلمهم في التليفون بتاعها. قوم عشان نطمن عليهم. يلا يا حبيبي. العواقب سليمة يا رب. مفيش أي معلومات عن حادثة أشرف توامي؟ لا مفيش. الشهود ما قالوش أي حاجة على العربية اللي عملت الحادثة؟ لا ما قالوش. ممكن أتكلم مع الشهود ونصورهم؟ أما أخلص تحقيق معاهم. قدام سيادتك كتير؟ تسهيل ربنا. خلاص بقى كفاية كده لو سمحت. ما عندكش فكرة يشوش عن أسامي الست وجوزها اللي شافوا الحادثة؟ وأنا مش عرفني. لو سمحت يا أستاذة ما تقوليش وجع الدماغ. اتفضلوا لو سمحت. الموبايل ماما غير متاح، تقريبا الشبكه واقعه. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. اطلبهم تاني يا ابني. اطلبها تاني يا حبيبي. من فضلك ممكن اعمل مكالمه؟ اصل الموبايل فاضي. اتفضلك انور. ايه هتتصلي بالبيت؟ زمانهم قلقين علينا قوي. اتفضلي. معلش سهرناكم، بالضرورة أحكام. تشربوا إيه؟ شكرين أوي يا باشا، بس ولا مؤاخذة يعني قعدتنا معاكم هنا هتطول. يعني شوية كمان كده. هنعمل إيه بقى؟ مراتك يا سيدي مصرة على إن الحادثة كانت متعمدة. ولسه مصرة على اللي قلته في المحضر. الحادثة كانت متعمدة، لأن اللي صدم الشاب ده كان قاصد يخبطه. طب وليه يا مدام ما تكونش حادثة زيها زي عشرات الحوادث اللي بتحصل كل يوم في الشوارع؟ عربية خبطت واحد أيا من كان هذا الواحد بقى عادي. لا، لأن هو كان ممكن يفاديه أو كان ممكن يضرب فرامل، لكن اللي حصل بقى إن هو كان راكن بعربيته بعيد، وأول ما شاف الشاب ده نازل من العربية راح دايس بنزين وراح عليه وخبطه. استنى استنى.
يا مدام، ما انا علشان اسجل اقوالك دي في محضر رسمي وامضيكي عليه لازم اصحي مساعد وزير الداخليه، ووزير الداخليه نفسه ادي له خبر. انت ما تعرفيش مين اشرف التهام القتيل؟ انا ما يفرقش معايا هو مين، انا اللي اعرفه ان في شاب اتقتل. ما هي ما تفرقش معاك انت يا مدام، لكن تفرق معايا انا كتير قوي. موته في حادثه عربيه ده شيء عادي زي ما قلت لحضرتك، بيحصل كل يوم عشرات المرات، لكن بقى كونه اتقتل ده هيقوم الدنيا وما يقعدهاش. والله يا مدام انا واثق انها حادثه عربيه عاديه جدا، مجرد واحد سايق عربيته بسرعه ومزود العيار حبتين. انا اللي شفت اللي حصل بعناية ومصره على انها متعمده، ومش حمضي بقى على المحضر ده الا اذا تسجل كلامي كله. اهدي اهدي يا دنيا من فضلك، ما كلمتهمش في البيت ليه؟ مشغول. خليك وراه. وانت يا استاذ بتأيد مراتك في اللي بتقوله؟ لا باشا، انا قلت لسعادتك انا ما شفتش حاجه، كل اللي شفته عربيه معديه. طيب ما شفتش اللي كان سايق العربيه؟ بصراحه باشا يعني طشاش. طب لونها او ماركتها؟ انا باشا ما كانش فيها دماغي اركز، كل تركيزي كان مع مرات اللي بتصرخ. يعني حضرتك الشاهده الوحيده ومصممه على اللي قلته. طيب مش جاهز حضرتك تكوني منفعله من منظر الحادثه اللي شفتيها واعصابك تعبانه، ولما هتهدي كده واعصابك ترتاح تغيري رايك؟ انا قلت رايي ومش هغيره. انور انت لسه هنا؟ اطلب لنا الشاي، وبالمره استعجل لنا رد اداره المرور علشان نعرف اسم صاحب العربيه اللي المدام ادت لنا ارقامها واوصافها. حالا يا فندم. ما تلايميها بقى يا دنيا. ليه؟ يعني ايه يا فؤاد؟ دي حياه بني ادم. انا اللي مستغربانه هو ليه مش مصدقني. انتوا بتتوشوشوا على ايه؟ هو احنا مش مع بعضينا في الليله اللي مش طالع لها نهار دي ولا ايه؟ لا باشا، اصل احنا قلقانين على قلق الولاد علينا يعني. لا لا يا سعاده البيه، ده انا كنت بقول له حضرتك مش مصدقني ليه. شوف يا مدى، معلش لو سمحتي قولي لي اسمك تاني كده. دنيا. اسمي دنيا. الدنيا فاضل عبد الله باشا، وانا فؤاد السيد. شوف يا مدام دنيا، انا لا مصدقك ولا مكذبك، وجهه نظر حضرتك جايز تكون صح وجايز جدا تكون غلط، بس ما بين الاثنين في فرق كبير قوي ممكن يكلف واحد تاني حياته، لان في حاله التعمد هيبقى فيما يسمى بسبق الاصرار والترصد، ودي ممكن يبقى فيها اعدام للمتهم اللي احنا هنوصل له. ده غير طوفان الاحزان اللي حضرتك هتفتحي بابه على اهل القاتل والقتيل. عرفتي ليه بقى انا بدقق وبطلب من حضرتك تراجعي نفسك؟ انا متاكده من اللي شفته ومصره عليه. خلاص الامر لله. طيب عقبال ما يجي الشاي بقى اتفضلي احكي لي وصفي لي كل اللي شفتيه من الاول خالص. أنا مش فاهم، بس كان علينا من ده كله إيه؟ إيه اللي كان هيجرى لو إنك قلتي لا شفتي ولا سمعتي؟ واكتم شهادة حقي يا فؤاد، اللي اتقتل ده من تاني له أهل بيحبوهم وبيحبوه ومحتاجين له، ربنا خلقه في الدنيا عشان يعيش. هو كان بقيت أهلنا؟ إزاي؟ ما ده منطق؟ أمال إيه المنطق بقى يا هاني؟ البهدلتنا في الاسم كل يوم هيبهدلوكي، رايحة الاسم جاية من الاسم، وبعد كده حضرتك هتروحي المحكمة، وما إحناش عارفين الجدع اللي خبط ده ابن مين؟ وعيلته ايه؟ وما احناش عارفين عيلته دي هتعمل فينا ايه، فينا وفي ولادنا، لو عرف انه حضرتك اللي بتلف حوالين رقبه ابنهم حبل المشنقه. بقى لو لا قدر الله اللي اتقتل ده كان ابننا، كان ده هيبقى منطقك وده هيبقى ردك؟ يا دنيا يا دنيا، احنا في زمن العاقل فيه اللي يمشي جنب الحيط، ملوش دعوه بحد ولا حد له دعوه بيه، وبعدين احنا مش ناقصين مشاكل، هو احنا عارفين نشيل همنا لما هنشيل هم الناس كمان؟ بص يا فؤاد، عشان ترتاح وتريحني انا مش هغير شهادتي. انت حرة يا دنيا، انت حرة، بس لازم تعرفي ان اللي بيشيل قلبه مخرومة بتخر عليه. ايوه يا شرقاوي، شكلي هتأخر النهارده. دنيا وفؤاد مجوش لحد دلوقتي، ماما والولاد قلقانين قوي عليهم، انا مش عارفة اعمل ايه. اسمع يا شرقاوي، بقولك ايه، استأذلي نص ساعة من وكيلة المدرسة وخلي مدام سامية تخشي الحصة الأولى، وانا هحاول متأخرش اكتر من كده، ده انا جدولي مليان قوي النهارده يا شرقاوي.
ماشي ماشي، مع السلامة. جيبي العواقب سليمة يا رب. ماما دنيا، ماما دنيا، أحمدك يا رب. يا ماما حبيبتي. إيه يا بابا، كنت فين كل ده؟ اسأل الست مامتك. خير يا دنيا؟ في إيه يا بنتي؟ ولا حاجة يا ماما، ما احنا بخير قدامك اهو. اه بخير قوي يا عم، احنا قلقانين عليكوا قوي، كنتوا فين كل ده؟ كنا بايتين في الاسم. اسم ليه كفلة الشر؟ في ايه يا دنيا؟ مفيش حاجة يا ماما، انا وفؤاد كنا شهود على حادثة. لو سمحتي اتكلمي عن نفسك، انت لوحدك اللي شفت الحادثة، وما تحطنيش معاكي في جملة مفيدة. انا لا شفت ولا سمعت، انا حيالله كل اللي شفته عربيه عدت جنب مني في الضلمه، وده اللي انا قلته في المحضر. انما الهانم بقى هي اللي اصرت على الشهاده وان الحادثه كانت مقصوده، وربنا يدينا بقى ويديلكوا طول العمر عبل لسه ما هنتعرق على النيابات والمحاكم وتخلص الحكايه دي. اعمل لي شاي يا بسمه، دماغي هتوج مني. حاضر يا بابا. اعمل لك شاي يا ماما ولا فطار؟ لا يا حبيبتي انا عايز افهم، انتوا ليه ما رحتوش الجامعه؟ جامعه ايه يا ماما؟ ستهم صحيانة من قلقها عليكم الفجرية، وانا كل شوية اكلمك على الموبايل، بس تقريبا انت كنت قافلاه. لا يا حبيبي الشحن كان خلص. الحمد لله انا اطمنت عليك يا دنيا، الحمد لله الحمد لله على سلامتكم. انا الحصة وانية فاتتني، الحق بقى البس واروح المدرسة. الحمد لله على سلامتكم. ممكن بقى ست دنيا لو سمحتي، عايز افطر علشان اريح شوية. حاضر يا فؤاد، بس اخد نفسي، انا مش قادرة اتلم على اعصابي من ساعة ما شفت الشاب اللي مات في الحادثة. مين الشاب ده يا ماما؟ الله يصبر اهله، بيقولوا عليه شاب رياضي، قال ايه بطل مصر في السكواش. اوعى تقول لي ان هو اسمه اشرف التهامي. اه يا حبيبي ده اسمه. ايه اشرف؟ يا نهار اسود، استغفر الله العظيم. يا في ايه؟ في ايه يا ايهاب؟ ايهاب هو ده اللي انت رحت اتفرجت على الماتش بتاعه؟ ايوه ماما، ودي الصورة اللي انا اتصورتها معاه بعد البطولة. معلش ايه؟ ده طول عمري كان نفسي ابقى زيه، ده انا بحبه قوي. انا استغفر الله العظيم. طب ليه كده طيب؟ حبيبي يا ايهاب، بس بس لا يا عواطف، مش كده. الحزن عمره ما هيرجع لنا أشرف تاني. مش قادر أمنع نفسي من الحزن عليه يا فيصل، مش قادر. أشرف، أشرف كان أمانة عندنا ورجعت للي خالقها، ودي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. إحنا مفيش في إيدينا أي حاجة نعملها غير إننا ندعي له إن ربنا يرحمه. الفراق صعب، كان نفسي أفرح بيه وأشيل ولاده وأخدهم في حضني، أشرف كان عمري، حطيت فيه كل أحلامي وأمالي، وفي لحظة اتخطف مني. ربنا يعوض صبرك خير، انت ربيتيه احسن تربيه، وليك الحق انك تفخري انك ام البطل اشرف التهامي. الف رحمه ونور ينزلوا عليه. حبيبي
أهلا بسيادتك فندم. الحقيقة أنا آسف على الزيارة لما غير معادي، بس أنا كان لازم آجل سببين. السبب الأول إني أقدم واجب العزاء في المرحوم أشرف اللي كلنا الحقيقة كنا بنفخر بيه. الباقية في حياتكم. حياتك الباقية يا سيادة العقيد. تفضل. شكر. والسبب الثاني الحقيقة أكيد سيادتك تعرفه بحكم عملك كمستشار. إحنا لازم ناخد أقوال الدكتورة عواطف في الحادث، وإذا كان ليها أي وجهة نظر تحب إن إحنا نسجلها. أنتوا اتوصلتوا للي عمل الحادثة؟ لغاية دلوقتي للأسف لا يا فندم، بس اطمن سعادتك خالص، المسألة مسألة وقت مش أكتر. ممكن بعد إذن سيادتك أشوف الدكتورة عواطف؟ بصراحة ما أعتقدش إن حالة الدكتورة عواطف النفسية والعصبية تسمح بالكلام في موضوع زي دوت على الأقل في الوقت الحالي. دي مهما كان أم، وأشرف الله يرحمه كان ابنها الوحيد، وبعد الملابسات اللي حصلت دي كلها بيتهيألي إن الحادثة دي كانت قضاء وقدر، ولا سيادتك ليك رأي تاني؟ لا يا فندم إطلاقا أنا مليش أي رأي، إحنا لسه بنستكمل التحقيقات وبنتحقق من أقوال الشهود. طب وعلى ما تستكمل التحقيقات ديت وإحنا كمان ننتهي من واجب العزاء وتشييع الجنازة، أرجو إنك تعفي الدكتورة من المقابلة دي، لأن مهما قلت لك مش هقدر أوصف لك حالتها عاملة إزاي. وبما إن أنا خال أشرف وفي منزلة والده وولي أمره، هبقى تابع مع سيادتك كل الإجراءات الرسمية والشكلية المطلوبة. تحت أمرك يا فندم. اتفضلوا القهوة. شكرا. بس هو سيادتك اسمح لي بسؤال. المرحوم أشرف ما كانش ليه أي عداوات مع أي حد؟ بالعكس، أشرف كان محبوب من كل اللي حواليه ومن كل اللي بيعرفوه كمان. وحياته العاطفية كانت مستقرة تماما، وكان مرتبط ببنت زميلته من أيام الدراسة في الجامعة وبيحبوا بعض، والمفروض إنهم كانوا هيتجوزوا بعد بطولة العالم اللي كان أشرف بيجهز نفسه ليها. إنما قول لي يا سيادة العقيد، حضرتك بتسأل الأسئلة دي كلها ليه؟ لا أبدا يا فندم، مجرد إجراءات شكلية استكمال التحقيقات والتحريات. عموما يا فندم أنا آسف مرة تانية على الإزعاج، وأرجو بعد إذنك إنك تبلغ عزاي للدكتور عواطف. مرة تانية الباقية في حياتكم. حياتك الباقية يا فندم. تفضل. شكرا. تفضل. تمام يا فندم. ايه يا انور؟ ايه الأخبار؟ وصلتوا لحاجة؟ حصل يا فندم. وصلنا الاسم وعنوان صاحب العربية اللي عملت الحادثة. ضيا مختار ابو العز. مختار ابو العز؟ تهالي الاسم ده انا اعرفه كويس. طبعا يا فندم، اللواء السابق مختار ابو العز، وحاليا صاحب اكبر شركه مقاولات في البلد. ده غير بقى ان عنده مصانع وتوكيلات من كل شكل ولون. وضيا يبقى ابنه الوحيد، بس الاهم ان عم ضيا يبقى الدكتور نوار ابو العز الوزير الحالي. الله 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 الله، ده ايه الهنا والسعد اللي احنا فيه ده؟ ليه بس يا فندم؟ ليه بس يا فندم؟ عشان اكيد السيد والده دلوقتي بيحضر له طقم محاميين هيحولوا ليلنا نهار ونهارنا ليل. ده غير اتصالات حبايبه اللي هتور فوق دماغنا علشان توصي عليه. ودي مش اي قضية انور، ده قضية حساسة جدا، القتيل فيها اسم، واسم كبير كمان ليه جماهيره. انما تفتكر سيادتك انه الحادث عرضي، ولا تفتكر انه حادث متعمد فعلا زي ما قالت الشهادة في اقوالها؟ ما هو ده السؤال اللي محيرني. بس ارجع اقول لك، طب ايه مصلحه الشاهده انها تقول في اقوالها انه حادث متعمد وهي لا تعرف القاتل ولا القتيل زي ما بتقول؟ عموما احنا مش هنقدر نجاوب على السؤال ده غير بعد ما نستجوب ضيا ابو العز ونعرف منه جايز ليه علاقه باشرف التهامي، ونعمل تحرياتنا طبعا، ونشوف هل الشاهده ليها علاقه بحد فيهم ولا ليها علاقه بالاثنين، وما حدش عارف حاجه. انور، إذن نيابة بسرعة تطلع تجيب لي ابن أبو العز وتحرزوا عربيته كمان لو لقيتوه. يلا يا أنور، مستني إيه؟ أنا ما نمتش من امبارح، حرام عليك، وساعة ولا اتنين بالكتير والدنيا هتنقلب هنا فوق دماغنا.
تحت امرك يا فندم. تمام يا فندم. طابور عرض المشتبه فيهم بتعضيه الست بتاعت مدينه نصر جاهز يا فندم. اتأملي فيهم كويس قوي، يمكن تقدري تلاقي الاتنين اللي هجموا عليكي في الشقة. كانوا اتنين يا بيه دخلوا وتهجموا عليا في الشقة، منهم واحد كممني والتاني ضربني على دماغي ودخلوا خدوا كل اللي في الشقة. معلش بصلهم تاني ودايف وشوشهم كويس، يمكن تلاقي حد فيهم. الكذب خيبة يا بيه، مش قادرة افتكر. معلش حاولي تفتكري، بصي دقاقي فيهم وش وش. واحد منهم كان في طول وعرض الجدع ده، بس لا التاني انا فاكره ملامحه كويس. لا يا بيه انا مش هقدر اظلم حد، لان الاتنين اللي هجموا عليا في الشقه وضربوني مش في دول خالص. معلش ما تحمليش هم، انا اوصل لهم، انا اوصل لهم ان شاء الله، وحاجتك وفلوسك هترجع لك. اصرفهم دلوقتي وخد ابراهيم شطة خليه يستناني في المكتب. حاضر يا فندم. بعدين بقى احنا مش هنخلص من نزلت الحكومه دي على الصبح ولا ايه؟ ما الوليه نفسها بعظمه لسانها قالت ان مش انا، عايزين مني ايه تاني؟ يعني وراك الديوان يا خي. لا يا اخوي، بقوم من النوم الاقي المحمر والمشمر وكله جاه. ايه مش ورايا بقى مفتوحه ولا ايه؟ بالمناسبه هيما فكرتني، طب عليا واد من البلد عايز ياكل لقمه عيش، جميله منك بقى انك شوف له مكان في السوق تقعده وترعاه. ده فرشته ايه؟ شرايط كاسيت وشويه شرابات. وماله؟ نخدمه عشان خاطر، بس هيدفع زيه زي اللي في السوق. انا هجامله واحطه في حته كويسه، اجدعها حته يعني، وهنجامله برضه عشان خاطر. ماشي يا هيمو، متشكرين اخويا. لو ربنا كتب لي عمر جديد وخرجت من هنا ابقى ابعتهولي على القهوه اللي على السوق. ان شاء الله. ساعدك زمانك وما طلعتش انت يا ابراهيم يا شطه. ده بركه دعاء الوالدين يا باشا، رايدين للخير. وبعدين لا مؤاخذه يا باشا، انت عارفني كويس، انا لا انا هجام ولا حرامي، ماليش في الحاجات دي خالص. انت ناسي ولا ايه انك مسجل خطر؟ لا يا باشا مش ناسي، بس لا مؤاخذه فتوانة بلطجه، سرقه لا. يا سلام، وتفرق كتير؟ طبعا يا باشا تفرق كتير. أنا بحاسب الناس على خوفها، كل واحد لما أخذ في الدنيا عنده حاجة يخاف عليها. بس على فكرة باشا أنا عمري ما افتريت على واحد غلبان. ولا تفرق أي حاجة، لأنك في الأول وفي الآخر برضو بلطجي. شغلانتي يا باشا اللي اتربيت عليها، ما أعرفش شغلانة غيرها. ماشي يا إبراهيم، إن ما توبتك. بقولك إيه، اسمعني بقى واسمعني كويس، العيالين اللي هجموا على ست دي أنا عايز أعرف هم مين وألاقيهم فين. ما انا قلت لحضرتك يا باشا ماليش في الناس دي ولا احب اعرفها. ابراهيم يا شاطه يا باشا، عايزني على اخر الزمن لما اخذه اشتغل مرشد للبوليس؟ ما هي حاجه من الاتنين، يا خايف منهم يا اما بقى ليك مصلحه معاهم في الشغلانه دي. انا يا باشا، انا يبقى لي مصلحه مع عيال زي دول؟ انا مدي ايدي على واحده ست غلبانه؟ دول عيال كلاب يا باشا. انت مش هتفرق عنهم لو كنت تعرف هم مين وما اتكلمتش. يادا قال له عشان الست الغلبانه دي، ولا مش صعبان عليك؟ ربك والحق يا باشا صعبان علي. يبقى تنطى وتتكلم. شوف يا باشا، عشان الست الغلبانه دي هما عيلين جداد من الدويقه طالعين يعني في المقدر جديد. اي اوامر بقى يا باشا؟ يلا في السكين ده. ما وصلكش يا هيمة. خدي دول يا دول. دي حاجة كده على مقوسهم تمشي بيهم نفسك لغاية ما بإذن الله ربنا يسترها ويلاقوا لك العيال الحرامية.
مستورة كتر خيرك. معلش خليهم معاكي، واوعدك لو ما عرفوش يجيبوا الحرامية انا هجيبهم لك. انت مين يا استاذ؟ انا بني ادم، واحد يعني من اللي بيقولوا عليهم في الافلام كده فاعل خير. اقعد يا حاج.